ما احنا برضو لازم ناخد بالنا ان حجم الدين الخارجي بيزيد بمعدل نمو عالي. يعني انت بتستلف عشان تدفع اللي عليك. بيحصل كتير. بيحصل كتير. فلازم برضو ننتبه. لكن ما زال لدي قدرة على السداد وقدرة على ودايما كنت اقول كده. ارجوكم ما تستلفوش طول ما عندكم قدرة على الاقتراض. استلفوا فقط لو عندكم قدرة على السداد. طيب القدرة على السداد دي بتنعكس على ايه بقى عندي؟ يعني انا عايز اوفر الدولارات عشان اسدد. فبمنع الدولارات عن ايه؟ عن الاستثمار؟ عن الواردات؟ عن ايه بالظبط؟ الحقيقه طبعا الايرادات الدولاريه اللي داخله لي دي مهمه جدا. وجودها في الاحتياطي مهم جدا ان هو يمكنني اني اقدر ان انا اسدد التزاماتي، واهمها اسد العجز الخارجي. العجز الخارجي المتمثل في ان انا بستورد اكتر كتير جدا مما بصدر. يعني اذا كنت بستورد النهارده بفاتوره تصل ل 92 مليار دولار، فانا بصدر بحوالي 45، فالفجوه تقريبا يعني ضعف اللي انا بصدر. هذه الفجوه، وعلى فكرة في ناس تقول لك نقلل، صحيح نقدر نقلل وما زال نقدر نقلل الاستيراد في عدد كبير من الايتمز، لكن جزء كبير من المواد او من السلع والعناصر المستوردة في السلع والخدمات، لو بنتكلم على ميزان بقى الاوسع اللي هو ميزان العمليات الجارية، ما زال مهما. وجزء من السلع المستوردة كتيرة جدا مدخلات انتاج. يعني انا لما بقلل، وده اللي حصل للاسف لما حطيت قيود على الدولار وعلى حركه الدولار نتيجه عدم وجود تدبير، ان مصانع كتير وقفت وانشطه، البيضه غليت، والبيضه غليت، كل حاجه، لان العلف قل، كل حاجه. وبعدين يعني انت عندك كذا، للاسف الشديد العالم كله دلوقتي بيتضرب بموجات تضخميه عنيفه لاسباب كتيره ومنها الحرب الاخيره. لكن الموجات التضخميه دي انت عندك اسباب اخرى بتغذيها زياده شويه عن عند العالم، اللي هو ايه؟ حجم التعرض الكبير للعمله الصعبه. بتستورد معاها التضخم اللي في امريكا اللي هو النهارده اعلى، او السنه اللي فاتت وصل لاعلى مستوياته من 40 سنه. وبتستورد معاها زياده سعر الفايده على الدولار في امريكا، لان انت لان الجنيه الدولار بقى اقوى مع زياده سعر الفايده عليه. فهذا الدولار بالنسبه لك مهم جدا، ما تقدرش تستغنى عنه طول ما انت مضطر تنتج بيه وتاكل وتشرب بيه وتلبس بيه وتسكن بيه. فدي المشكله، وتعلم اولادك بيه لما تحب. ناس كتير بتعلم اولادها دلوقتي بره مصر يعني، وبتتعالج بيه. ناس كتير بتعتمد على العلاج بره مصر. فقدرتك على الاكتفاء الذاتي، قدرتك على التوطين وتعميق الصناعه، الكلام اللي بنعتبره انشا لكنه حقيقي، كلما زادت كلما قل اعتمادك على الدولار. وهو ده المهم. الدولار عرض مش مرض. المرض الحقيقي هو ان انت لا تنتج الانتاجيه، هي كلمه السر.